تقليد عمله الكابتن محمود ان هو يعمل اجتماع مع كل الانشطه الرياضيه مش كره القدم بس. فبالنسبه لكره القدم احنا اجتمعنا بكل المسؤولين عن قطاع الناشئين، يعني كابتن فتحي مبروك وكل المساعدين بتوعه وكل العاملين في القطاع، يعني سواء اداريين او فنيين او جهاز طبي الى اخره. يعني الغرض منها هو برضو توصيل رسالة معينة احنا تعودنا عليها طول عمرنا في النادي الاهلي، بتمثل مسؤولية بالنسبة لنا وشكل المسؤولية ونوع المسؤولية، اللي هي ازاي نحافظ على هذا الكيان، ازاي نحافظ على المعدلات بتاعة البطولة بتاعته، على المعدلات الابطال اللي بيطلعوا منه في كرة القدم، على الاصول اللي احنا بنرتكز عليها في عملية اداء هذه الرسالة. فهو نوع من انواع التاكيد على كل هذه المعاني، ويعني الحمد لله قدرنا ان احنا قدر المستطاع نوصل هذا، ونتمنى ان شاء الله ان هي يعني تبقى فيها استمرار لقيمه قطاع الناشئين اللي هو بيمثل النهارده ليس فقط للنادي الاهلي ولكن ايضا يعني بشكل عام لمصر كلها. البطولة مطلوبة، بس اللي أهم من البطولة بالنسبة لقطاع الناشئين إزاي يتعلم يكسب البطولة، علشان هو الهدف الأكبر إن إحنا إزاي تطلع لعيب كورة يصلح إن هو يمثل فريق النادي الأهلي بكل طموحاته، ويمثل كمان منتخب بلده بكل طموحاته. فده الأساس. وعشان كده أنا يمكن ما اتكلمت في بداية حديثي قلت رسالة يعني بتحمل قيم معينة، قيم ازاي تحقق طموح، ازاي انك انت تحققها بالاخلاص، بالانتماء، بالحب، بانك انت ازاي تضحي، انك تتحمل، امور كثيرة جدا كلها بتحمل قيم. فاحنا عايزين نوصل للولد الصغير كل هذا عن طريق كل مسؤول موجود، ابتداء من العامل بتاع غرفة الملابس ومرورا بكل المسؤولين وانتهاء حتى برئيس النادي. فدي احنا عملناها لان برضو يعني احنا بنحاول ان يبقى في تواصل، وتواصل صحي، بمعنى ان كل انك انت بتدي الصلاحية بتاعة الاداء لكل مسؤول مهما صغر او كبر المسؤولية بتاعته، ان هو يبقى عنده الحرية اللي يطلقها، ولكن في اطار المسؤولية اللي هي بتمثل رسالة يعني.